السلام عليكم شباب. اليوم عندنا تركيب البنو 10 انش بلاص 8 8.5. مع الاسف كنت باغي نركبهم شخصيا، ساعات لقيت الاب تاعي تولى المهم وركبهم وبغى يفاجئني الله يحفظه. المهم الاشكال هو انهم مع الاسف ما تيخليوش رويد الدور كما كتلاحظوا، بحكم انهم كبار على المعتاد، لهذا خص نلقاو حل، والحل ان شاء الله معنا في هذا الفيديو. بقاو معنا. اذا كما كتلاحظوا الشكل ديال الفرج البلاستيكي ماشي الفرج ديال الحديد، وكما كيقولوا الكاريناج هو هذا الشكل هذا مقوس من هنا. كما كتلاحظوا الشكل الكرو هنا كيبقى محبوس في الجهه هذه. اذا الهدف ديالنا من هذه العمليه هو ان الكاريناج نحاول نقادو ونديرو ليه هكا، نردوه متوازي هكا، نحيدو التقويسات كما كتشوفوا الشكل الواحد، نحيدوهم باش يقدر الكرو يلعبو بيه هنا وهنا، نهبطو كيما بغينا ونطلعو كيما بغينا. ماشي الله يحافظ لأننا واحد ماشي نقدرو نحافظو على واحد الشكل، واحد بوزيسيون معينة باش نقدرو ميبقاش يضرب مع مع الفرن الفوق، مع الكاربو، باش ميبقاش يضرب مع الكاربو. داكشي علاش غنحاولو هاد التقويسات نحيدوهم ونردو الشكل ديالنا بحال هكا باش يساعدنا. المهم نعاودو ادراجنا، خصنا نحلو الفيسات باش نوصل للكرو، نحيدو الرويضة، نحتاجو سيبو تقريبا 2.5 ملي وساروت 17 16 باش نحلو الكرو. نحاول نسرعو الفيديو شوية باش نكسبو الوقت. غتلاحظوا معايا شكل الفورس كيفاش داير، ركزوا مزيان على واحد وروضة شكل الفورس كيبان لكم. انا لاحظتوا كيما كفوا في الشكل الاول، غنحاولوا نحدوا واحد المنطقه اللي يلعبوا فيها اللعب فيها الكرو، مسهل علينا القضيه. نحاولوا نحيدوا الفيسات ديال الكاريناج عاد باش نوصلوا للفورس ديال الحديد. هذا هي الكاريناج ديال الباسيك، ولا نخدمو عليه كما اشرت سابقا. شوف هنا الكرو كنحاولو نحدوه، نديرو واحد الماركور، نحطو المنطقة اللي غنلعبو فيها بالضبط، نقدرو نهبطوه واحد نص سنتيم 3 سنتيم واحد تقريبا، باش تلقى الرويضة فين تسيركيلي وفين الطور. هنا بالمنشار كنحاولو لامط المنشار كنحاولو بيها، وهنا كنسخن واحد طورنوفيس قديم حتى هو كنحاولو بيه ندخلو في هاديك الكاريناج اللي علمنا بلاصة الكرو. كنحاولو نوسعو البلاستيك تما، كنحيدوه وندوبوه باش يسهل علينا نحطو الكرو كما بغينا. هاد العملية غنديرو الجاج بجوج. انا كنستعمل وسائل بدائية اللي متاحة للعموم، زعما يقدر يكون واحد عنده شينيو ديال الخريط ولا شي حاجه يقدر انه يوسع بها المنطقه بسهوله، خصو كان شينيو ديال الضوء خفيف ماشي يكون راس ديال الخريط، ماشي الراس ديال التقيب. هنا كما كتلاحظوا جا خرج، هيا نحاول نديرو نفس العملية باش نكسبو الوقت ان شاء الله ونسرعو العملية. المهم الفورس ديال الحديد ما نقربوش ليه، حيت الفورس ديال الحديد محدد دير بحال الشكل التاني، اما فور ديال الكاريناج ديال البلاستيك هو اللي فيه الاشكال، هو اللي ما كيخليش الكرو انه يهود. دونك حنا نحاولوا عاوتاني نجربوا دابا نشوف واش صدقات العمليه ولا ما صدقاتش. نحاولوا تركيب نشوفوا كيف هذه العمليه.
واحد شوية الصبر ان شاء الله، ونحاول الرونديلات تما قدهم نخليهم من الخلف، الرونديلات تما عندهم واحد الشكل عجيب هتلاحظوا ملي تحلو الرويضة ان شاء الله. نحاول نزيد واحد شوية ونشوفو نحطو، نشوفو صدقات العملية ولا مصدقاتش، واش كدور الرويضة بحرية ولا مكدورش. دابا غنحاول نجربو عملية نشوفو صدقات ولا مصدقاتش كما قلنا. هاي صدقات دابا نركبو لي زاكسيسوار لي كيضربو الكروات في الروي. خليكم معانا. نسخنو الطورنة في صوت عالي باش نوريكم معانا نديروها. نسكب بلاصتك لي كتحمي الكروات اللي كتكون على خارج الرويضة. نحاول نوسعو المنطقة ديال البلاستيك في الكرو في التخشى حتى موسعناش كما قلنا حنا هبطنا الرويضة ما يبقاش على البوزيسيون السابق. دونك هداكشي علاش خصنا نوسعو حتى ديك البلاستيكة ديال الكاتش هي خصنا نوسعها واحد شويه باش تلاح بطنا رويضة تا هي تدخل دار تهبط والكرو تا هو يكون مدقي بلاصتو ميبقاش خارجة. هدا غنحاولو من الجوانب جوج البلاستيكات على جوج جوانب. البلاستيكات هما لي تكون فيهم السينيالات هنا في الجنب ديال الرويضة. هما نحاولو كيما كتلاحظو هنا حاولنا معاهم مطلعش. الآن غنتاخدو رويضة اللور غنحاولو شوية نلقاو لها حل. ما محتاجين نسلك على البياسات، ما محتاجين هي تاخد الكواش صغير ونقادو بنفس الشكل اللي كنلاحظو في هاديك الصورة. ما كاملش نص سنتيم البرونكمو ديال الضو ديال اللور عادي ما فيها حتى إشكال. ونحاول شوية نصيبوها والأمور ديجا بخير. حتى جبنا هاديك البياسة خصنا عاوتاني كيفاش نركبو الخيط كيفاش البرونكمو نحاولو غير شوية ديال الكواش اللي عاد نحتاجو يبقى الكار يبقى الكار تكون مهزوزة واحد شوية هو كل الأمور مزيان بيها. هانتوما كما تلاحظو ها هي ناضي على بركة الله الحمد لله حنا صيبناهم. نشكركم على المتابعة، نشوفكم في الفيديو.